الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. قال يوحنا الرسول: كان يسوع بعد ذلك يتجول في الجليل، ولا يشاء التجول في اليهوديه، لان اليهود كانوا يطلبون قتله. وكان عيد اليهود عيد المظالق قريبا، فقال له اخوته: انتقل من هنا واذهب الى اليهوديه لكي يشاهد تلاميذك ايضا الاعمال التي تصنعها، فلا احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يبتغي الظهور. ان كنت تصنع هذه الاعمال فاظهر نفسك للعالم. لان اخوته انفسهم ما كانوا يؤمنون به. فقال لهم يسوع: ما حان وقتي بعد، اما وقتكم فهو حاضر في كل حين. لا يقدر العالم ان يبغضكم، لكنه يبغضني، لاني اشهد عليه ان اعماله شريره. اصعدوا انتم الى العيد، وانا لا اصعد الى هذا العيد، لان وقتي ما تم بعد. قال لهم هذا وبقي في الجليل. وبعدما صعد اخوته الى العيد، صعد هو ايضا لا ظاهرا بل في الخفاء. فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون: اين هو ذاك؟ وكان في الجمع تهامس كثير في شأنه. كان بعضهم يقول انه صالح، واخرون يقولون: لا، بل هو يضلل الجمع. وما كان احد يتكلم عنه علنا خوفا من اليهود. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. الله معكم بهالمساء المبارك. أبتي الجليل، إخوتي الأحبة، ربنا يسوع المسيح، الله نزل على الأرض، صار إنسان ليعطي الإنسان الحياة. الله إجا يعطي الإنسان الحياة، ومع الأسف الإنسان قرر قتل الله. قتل، بده يقتل الله. للحقيقة هذا الإنسان الصغير ما حدا بيقدر يمسك يمس الله، ما حدا بيقدر يطال الله. الله خالق الكون. الصغير المحدود ما بيقدر يطال اللا محدود. مين بيقدر يطال الله؟ مين بيقدر يصلوا؟ قديما بالعهد القديم كانوا يخافوا يلفظوا كلمة الله. قل: من يرى الله ويبقى حي. ما حدا بيقدر يشوف الله ويضل عايش. مش لأنه الله بيموت، لأنه نظافة ونقاوة وعظمة الله وحب الله. الإنسان لما يوصل هالمرحلة قلبه ما بيتحمل هالحب العظيم، بيموت، ما بيقدر. مشان هيك اللي بده يشوف الله بده يكون انتقى، بس بده يكون عايش الله على الأرض قبل ما يشوفه فوق. ومع الأسف دائما نحن على الأرض منجاهد ومنشد ومنحارب تنوصل لله بعقلنا مش بإيماننا. مشان هيك منضل ضعاف. كل شيء بدنا نحله بالعقل. كل شيء انا ومرتاح، الله رائع. عندي مشكله، لا يا الله، لانه بعقلي انا بصلي وبصوم وبعمل كل واجباتي، الله لازم يعطيني. انا طلبت منه ما اعطاني، زعلان، اخذ على خاطري منه، ما بقى بدي احكي معه. مين خسران اقولكم؟ ما بقدر اوصل لربنا بعقلي. هيدا إيمان. والله إجا على الأرض مش تيعطيني عمر زيادة سنة أو سنتين، أو بالنقص سنة وسنتين، أو ما خصهم، ولا تيوقف لي مشاكل وأمراض، ما خصهم. إجا يقنعني امشي معه بطريق صعب اسمه الصليب حتى أوصل على السماء، وإلا ما بوصل. بس
بقدر ما بيقتل الله الإنسان بحياته بقلبه بعدم إيمانه، بقدر ما الله بحبه بيضل يحبه. شوفوا أخوة يسوع شو قالوا له. أول شيء يوحنا بالإنجيل كان عيد اليهود، عيد المظال، قالوا له أخوته اطلع على اليهودية، وعارفين عم بيخططوا بدهم يقتلوه باليهودية، روح على العيد بين مجدك هنيك. اللي بيحب يعمل عجايب ويبين مجده ما بيعمله بالخفة وبالسر، روح بين حالك هنيك، لأنه ما كانوا يآمنوا فيه بالوقت ذاته مبسوطين عم بيعمل عجايب. بس كان عيد اليهود، يعني عيد المظال، ربنا يوحنا الوحي، يعني لا يوحنا الإنجيلي، قصد أنه يقول عيد اليهود مش عيد الشعب، شعب الله يعني، لأنه الله بطل موجود بحياتهم، خاصة من بعد ما رفضوا يسوع المسيح، صار عيد، بطل عيد للرب. والمظال يعني عيد الخيام، هودي وقت اللي طلعوا الشعب العبراني اليهودي حررهم الله من مصر من العبودية، قطعوا بالصحراء سكنوا بخيام، فعملوا عيد عظيم ذكرى تحريرهم من العبودية، كانوا سموه المظال الخيام، لأنه عيشوا بالصحراء بالخيمة بالخيمة، فكانوا يعملوا له عيد. أقول لكم اليوم نحن قديش العيد مهم لنا، قديش نحن عم نعيد صح. أقول لكم ما بنرفض المسيح وبطريقة يمكن بتشبه اليهود، بل كتار منا أخوتي، كتار منا بنرفض العيد، نرفض يسوع ومنحب العيد مثل اليهود، منحب العيد كتير. هي مناسبة، بس مناسبة لشو؟ للتوبة، للصلاة، للصوم، للخدمة، للعطاء. منحب العيد أخوتي، بس ما منطيع صاحب العيد شو بيقلنا تنعمل، ولا منسمع له شو بده، ولا حتى منحفظ وصاياه. كل واحد منا بيمرق فيها، كم مرة بقول يسوع هيك بس مش قادر أعملها، كلنا. بس منحب العيد، العيد مناسبة. قالكم كيف مناخد الحياة؟ العيد منه مناسبة تنجتمع وناكل بس، مهم وحلو، بس العيد وراه هدف، قيامة الرب يسوع من الموت تيقيمني أنا معه من الموت، مش بس بعد 40 يوم أو 50 يوم صوم بضل أكل تاني يوم فوت على المستشفى، فيش شيء تخلقه اللي 50 يوم مش أكل هالأكل. مناسبة إخوتي لا تأمل أكتر بالله، والصوم مناسبة خلت حتى تدخلني أكتر بسر الله، القيامة، قوم من الموت مع يسوع المسيح، وإلا ما له أي قيمة العيد بدون هالفكر وهالعيش. المهم جواب المسيح لأخوته، مش هني شو قالوا له إذا بتحب تظهر حالك روح بين حالك باليهودية فوق، هو شو قال لهم؟ ما حان وقتي بعد، ما إجا وقتي بعد، وقتكم حاضر بكل لحظة، هذا وقتكم، ولا يقدر العالم أن يبغضكم، العالم ما بيقدر يبغضكم، عم بيقولون لأخوته لأنه مش مؤمنين فيه، العالم ما بيرح يبغضكم لأنكم مثله، مثلكم مثله، بتشبهوه، ما بيبغضكم، بس العالم بيبغضني إلي لأني بشهد على أعماله إنها شريرة. وقتي أو ساعتي لم تأتي بعد، هي ساعة الصليب، هيدي لحظة الصليب، طلع بين مجدك وعارفين بدهم يقتلوه، وإذا طلع رح يكمشوا يقتلوه، قال له ما إجا وقتي بعد، هيدا وقت الصليب بعد ما إجا، هو عم بيخططوا لقتله. لما إجت ساعته يسوع هو سلم ذاته، لأنه فاكرين هن إنه بيقدروا يمسكوه يقتلوه، هي عقل الإنسان الضعيف، الله بيسلم نفسه، يسوع سلم ذاته لأيدي البشر الخاطئ وقت إجت ساعته. بدهن إياه يبين مجده، أي مجد؟ مجد أرضي، ينبسطوا فيه، عم بيعمل أعاجيب، وما بيأمنوا فيه، ما بيأمنوا فيه. مجد الرب غير مجد البشر، مجد الله غير مجدنا نحن أخوتي، الأرض الباطل. المجد مع الرب يسوع المسيح بده يسبقه تواضع، الله تواضع ونزل على الأرض. المجد مع ربنا يسوع المسيح بده يسبقه طريق الجلجلة، حمل الصليب. المجد مع ربنا يسوع المسيح بده يسبقه صليب، مش بس صليب، الموت على الصليب، وبعد هيك القيامة.
لأنه طريق السما بتمر بالتواضع بالأول، لأنه الله مثل ما قلت لكم تواضع وصار إنسان، وبدها ترجع تمرق بالألم بالوجع بالموت على الصليب حتى قوم ورا يسوع المسيح. نحن بنطلع للمجد السماوي، نطلع فيه بنهاية الطريق تبعنا، بنهاية حياة الإنسان، المجد هناك. أقول لكم مين منا بيحسب حساب الطريق اللي بتوصل للمجد؟ ما منهتم بالطريق اللي بتوصلنا للمجد، منفكر هناك. مثل ما منشوف القديسين أحياناً كثيرة، مرشرب العظيم قديس عظيم منتغنى فيه ومنفتخر فيه، حقيقة منفتخر فيه، بس يا خيي مرشرب القديس عظيم فوق شي مرة تأملته الطريق اللي مشاها كل يوم، هو دش فيها ألم وجع عذاب وصليب درب جلجلة. نحن منرفض طريق الجلجلة والعذاب والصليب، بس بدنا المجد، ما بتزبط، ما منوصل. مشان هيك طريقنا المسيح نفسه، اللي قال أنا الطريق والحق والحياة، طريقنا المسيح نفسه، إذا من آمن فيه بدنا نكون نحن منشبهه تنقدر نوصل معه للمجد. المسيح العالم بيكرهه، قال له العالم ما بيقدر يبغضكم، بس بيقدر يبغضني إلي، لأنه بيشهد على أعماله أنه شريرة. بس إذا كنا نحن نشبه المسيح، ما تنطروا إلا أنه العالم يبغضنا. نعم، مش مهم يبغضنا، مهم نبقى نشهد للمسيح مثل ما هو طلب، مش مثل ما نحن بنستفز الناس بصلاتنا ومنهرب الناس بحجة عم نصلي ومنهجم على الناس باسم المسيح، وبدنا نقتل العالم باسم المسيح تندافع عنه. جهل. نحن بندافع عن الله، الله اللي بيدافع عنا مش نحن. نحن بنشهد لإله بشو؟ نشهد بقوة التحمل والصبر والحب والعطاء حتى الموت، بموت كرمال غيري مش بموت غيري كرمال المسيح. أي إيمان وأي صلاة وأي اتباع للمسيح وأي شهادة عم بشهد فيها للرب، مش مهم نتألم ونتوجع، مهم نضل نشهد ليسوع المسيح، لأنه المجد اللي ناطرنا أعظم بكتير من اللي نحن فيه، أعظم بكتير أخوتي من اللي نحن فيه. وبعض الوجع والآلام ما بتستحق أني أخسر المجد اللي ناطرنا، ما بتستحق. وكمان هيدا الجسد اللي نحن فيه ما بيستحق أني أخسر السما بسببه. نعم، هيك صار بالمسيح أخوتي، هيك سلم جسده للعذاب وللموت وقالنا ما فيش غيره هالطريق، أنا مسيحي بدي آمن هالطريق. بس ما تخافوا منه، قربوا للمسيح، لزقوا فيه، هو بيعطيكم القوة، هو بيعطيكم الشجاعة، هو بيعطيكم الفهم والحكمة كيف تتعاملوا مع هيدا العالم، كيف بتحفظوا المسيح. هو الروح القدس اللي بيعطي القوة مش نحن. نحن بقوتنا أكيد بنهرب من الوجع، باسمنا ما بنتحمل وجع، بس باسم المسيح بلا، في مجد ناطرنا. شوفوا رسالة مربولوس شو قال، لا دين، ما فيش دين علينا للجسد، فنعيش كأناس جسديين، لأنكم إن عشتم، إذا عشتوا كأناس بالجسد رح تموتوا، إذا عايشين بس للجسد تموتون، أما إذا أمتتم بالروح، إذا موتتوا بالروح القدس أعمال الجسد بتعيشوا، لأن الذين ينقادون اللي بيقودهم الروح، ينقادون لروح الله هم أبناء الله. شو يعني هالكلام؟ نحن أخوتي مش مديونين للجسم، للجسد هيدا، حتى نعيش بس إله، وكأنه هو أعطانا الحياة، مش الجسم اللي بيعطي الإنسان الحياة أخوتي. بمعنى شو أعطاني الجسد، شو أعطاني هالجسم حتى أعيش إله بس؟ ما بيجيب لي إلا التعب والمرض والخطية والموت، هالجسم هيل بيجيبهم. هذا بيعني إني مش مديون إله بشي، مش مديون لجسمي بشي، طالما بيجيب لي كل شيء ويل، وكرامتي وما بسمح وبتحدى الكل. شوفوا بالتاريخ كم مرة إنسان انشهر بالعالم كله، نيرون داش كان مشهور إمبراطور روما، وينو هتلر
بدش فظع بالعالم. وينو كل الأباطرة وكل المرأة بالتاريخ، الملوك والرؤساء والمشهورين؟ وينن؟ اختفوا. هيرودوس العظيم اللي قتل يوحنا المعمدان، وينو؟ اختفى. وينو يوحنا المعمدان؟ كل يوم نتذكره، كل يوم نصلي له ونتشفع له للأبد. شو صار؟ شو كان عم بيعمل يوحنا المعمدان؟ كان عاطي جسمه أحقر شيء، صوم دايم، تقشف دايم، ما يهمه اللبس، بيلبس جلد وبر الحيوانات وحفيان يمكن، وما بياكل شيء، الجراد والعسل البري، واسمه تخلد لكل للأبد. هيدا الله، هذا الجسد أنا مش مديون له بشيء أبدا تيعطيني الحياة، وبالنهاية هو تراب، الجسم تراب. نحن الإنسان مديون للروح القدس اللي بيعطي الراحة، اللي بيعطي السلام، اللي بيعطي الأمان، اللي بيعطي الحياة الأبدية، اللي بيعطي القوة على التغلب على الخطية، بيعطي قوة نتغلب على الخطية، نقول لا للخطية، بالأخير بيعطيني الحياة الأبدية. هيدا الروح القدس اللي أنا مديون له، اللي أخذته بسر العماد، بس ما نبعد عنه، ما نبعد عن كلمة يسوع، ما نبعد عن الإنجيل، ما نبعد عن كلمة الله. والعيش بالروح، وقت اللي بعيش بالروح القدس، الروح القدس بموت أعمال الجسد اللي بتعمل خطية. يعني ما بقدر أني أغلب متطلبات الجسم الكتيرة والسيطرة على الشهوات اللي بتوصل للخطية إلا بالروح القدس. بقوتي بخضع على شهواتي، بقوة الروح بقول لا للخطية، بقوة الروح. الجسد بشدني نزول والروح بتشدني طلوع، أيام اختار. مهم هذا الجسد ما بيستحق أخسر السما كرماله. مشان هيك الذين ينقادون لروح القدس، اللي بيمشوا للروح القدس، هم أبناء الله. هيك عم بيقول مربولوس برسالته. ما حدا يفكر، حدا يظن، إذا فكر إنه ابن الله، إذا أنا فكرت إني أنا ابن الله لأني مسيحي وما بمشي بحسب الروح القدس، مش الروح بمشيني، أنا مني مخلص. ما فيني فكر إذا كنت أنا مسيحي يعني مخلص أبدا. بدي أمشي بحسب الروح وبكل كلمة إلى يسوع المسيح، والروح القدس اللي بمشيني كون ابن الله ومخلص. ابن الله الحقيقي أخوتي هو اللي بيعيش بروح الله، هي ابن الله الحقيقي اللي بيعيش بخوف الله، بكلمة الله، بكل كلمة قالها الله يسوع المسيح، إله من إله، نور من نور. ساعتها نستحق أنه ندعى أبناء الله، ساعتها نستحق ناخد السماء والمجد للحياة الأبدية. آمين.